السلام عليكم الاخوت، تحيه كبيره لكم. اسمح لي اولا على هذا اللايف، هذا هو لايف مستعجل كذلك، لان المساله هي نوعا ما مستعجله، ولانها لا تتحمل الانتظار. صدرت الناس اللي ما شافوش لا فيديو ديال اليوم، هو انه راه كاين واحد الحلقه درتها او واحد الفيديو تحضيري، راه كاين في لاباج او لكن في القناه ديالي، كونسيرنو واحد النمره او مجموعه من الهواتف، من الارقام الهاتفيه اللي كيتصلوا بالناس، وهاد الناس اللي كيتصلوا بهم كيطلبوا منهم او اللي كيقولوا لهم راكم ربحتوا اما تعبئه اما انكم ربحتوا مبالغ ماليه. والمشكله ان هاد النوامر ديال التليفون الا مشيتي انت اتصلتي بهذيك النمره لا حاولتي تجرب، غادي يجاوبك ستوندار ديال انوي، يعني هما ما عرفتش هادو شي مجموعه ديال النصابه ولا شي جروب بروفيسيونيل. انا ما عنديش خبره، ما عنديش درايه بشنو الموضوع، ولكن اللي عندي به درايه انه من بعد ما بارطاجيت لا فيديو هاد الصباح، حاجه زوينه انه شركه انوي اتصلوا بيا، يعني هذا حاجه زوينه بعدا، يعني شركه بعدا كتجاوب بسرعه. سو راه اتصلوا بيا اليوم وراه شافوا لا فيديو، وافيكتيفمون راه في الاتصال ديالهم بيا راهم اكدوا هذه العمليه دي. قال السيده اللي اتصلت بيا قالت لي راه فعلا راه كاينين بزاف ديال الناس اللي تعرضوا لعمليات ديال النصب بسميت شركه انوي. وقالت لي نقول لكم ونقول كاع الناس اللي عندهم ارقام هاتفيه ديال انوي، اي واحد اتصل بكم ولا لفيت اتصل بكم شي واحد وقال لكم بالما راكم ربحتوا شي فلوس او لا ربحتوا شي سياره او لا ربحتوا تعبئه مضاعفه او اي حاجه من هذا الشيء، عافاكم ديروا لي كومونتير، في لي كومونتير كتبوا النمره ديال هذيك النمره اللي اتصلت بكم، حيت انفو غادي تكتب هذيك النمره اللي اتصلت بك، هما غادي يقوموا بالتحريات ديالهم وراه غادي يبلوكيو هذيك النمره. ديجا النمره اللي كانت نصب دابا على الناس اللي وريتها في هذيك لا فيديو، راه هما بلوكاوها، وراه كاينين بزاف ديال الناس اللي يقدر ما يوصلهمش هاد اللايف هذا. لهذا رجاء بارطاجيو مع خوتكم، الله يجازيكم بخير، لان راه مساله خطيره، مساله راه فيها النصب، راه فيها بزاف. الا مشيتو دابا حاول انك دابا تدخل لاشين يوتيوب ديالي، دخل هذيك لا فيديو، شوف لي كومونتير، الناس تنصب عليهم 5000 درهم، كاين اللي تنصب عليه في 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 لاكارت ناسيونال ديالو، كاين اللي مشات ليه المعلومات ديال البطاقه المصرفيه ديالو، كل واحد اش مشى ليه. لهذا الله يجازيكم بخير الخوت، راه خصكم تبارطاجيو هذا الشيء لانه خطير، راه غدا ولا غدا راه غيكون شي واحد اما في العائله ديالك ولا في الاصدقاء ديالك غادي تنصب عليه. الله يجازيكم بخير، اللي دورات ليه شي نمره يبارطاجي هذيك النمره، يكتبها في لي كومونتير اما في لاشين يوتيوب او اللي كتبها تحت هذا اللايف هذا، لان راه الاداره ديال شركه انوي قالوا لي انهم راه تيشوفوا هذوك لو كومونتير، وراه ديجا راه شافوا دي كومونتير اللي كاينين في لاشين يوتيوب، راه بلوكاو هذوك النوامر. سمحوا لي راه هما بلوكاو هذوك النوامر. لهذا الله يجازيكم بخير، اي واحد اتصلت به شي نمره او لا فايت اتصلت به شي نمره، يكتب الكومونتير لتحت ويكتب اشني هي هذيك النمره اللي اتصلت به اللي كانوا غادي ينصبوا عليه، وراه الشركه ديال انوي راه غادي بلوكيو هاد الناس هادو باش ما باقيش يستخدموا هذوك النوامر. وهذا الشيء اللي كاين، وتبارك الله عليكم، سمحوا لي بزاف على الازعاج، والله يعاونكم.